طيب يا شباب، دلوقتي ايه، احنا كده في المحاضرة الثانية في الريستر باينز. ماشي، تعال نفتكر احنا ايه اللي احنا قلناه امبارح. احنا ابتدينا في الاول ايه، انتروداكشن عن الريستر باينز، يعني الابليكيشنز بتاعتها، انت بنستخدمها ايه، الادفانتج بتاعتها قصاد الستيم باور بلانت، او الستيم باور بلانت ايه الادفانتج بتاعتها قصاد الجاستر باينز، وهكذا. بعد كده اتكلمنا على الجاستر باينز سكيمز، فاكرينها اللي هو كان ايه السكيمز، التو سكيمز بتاعتها، لا هي كان السكيمز على موضوع السنجل شافت او تو شافت. ماشي، اللي هي جاستر باين سايكلز، هي دي اللي هي دايركت واندايركت، وكل واحده فيهم الدايركت فيها اللي هي الاوبن والكلوزد، والاندايركت فيها اوبن وكلوزد. بعد كده اتكلمنا على الايديال بريتون سايكل. ماشي، وبعد كده اتكلمنا على الايه، على الاكتوال بريتون سايكل. الفرق ما بينهم ان احنا بناخد يعني انت كونسنتريشن الريفرسيبيليتي اللي بتحصل في الكومبريشن والاكسبانشن. تمام كده، فشوفنا بقى ايه النهارده، هنتكلم على الموديفيكيشنز. يعني المهم كان خلاصة اللي احنا وصلنا له امبارح، يعني اتكلمنا ماشي في تفاصيل كتير، حتى حاجات اللي هي التكنيكال بتاعت الستيج بتاعت الكمبريسور اكتر من التوربين. ليه صح كده، اتكلمنا في الحاجات دي. ماشي، امتى اشتغل اللي هو دايركت واندايركت، امتى تبقى كلوزد او اوبن ان جنرال. ماشي، الكلوزد والاوبن امتى بتبقى كلوزد سايكل. الاوبن سهله، مش يعني مش هكلف نفسي هيت اكسشنجر للي خارج من التربين، حابين خلاص صح ولا لا، بس امتى تبقى كلوزد سايكل. لو انا الفلويد اللي بستخدمه ده اساسا هو غالي، ماشي، زي الهيليوم وكده. طيب فاكرين بنستخدم الهيليوم ليه مثلا؟ يعني ليه الهيليوم عن الهواء افضل؟ بالظبط، السبيسيفيك هيت بتاعته اكتر، يعني الفلويد نفسه اتقل. تمام، فبالتالي هيديني باور اكتر لنفس، لو لنفس السايز فهيديني باور اكتر، او لو هي نفس الباور، ماشي، السبيسيفيك باور، هيبقى عندي ساعتها ايه، السايز بتاع المحطه اقل. حاجة تانية، أوقات إن بيبقى عندي، لو أنا برضو كمان الفلويد اللي بستخدمه غير إن هو غالي وكده، في عندي barriers أو restrictions من ناحية ال environment، عندي environmental إيه restrictions، إن أنا ما ينفعش إن أنا أرمي ال exhaust على بره. تمام كده؟ طيب إمتى بستخدم direct و indirect؟ اللي هي الجزء بتاع إن ال heat اللي تتنقل لل الفلويد اللي عندي اللي هو الاير مثلا أو هيليوم أو أيا كان الجاز اللي داخل على الكمبريسور، direct و indirect. ماشي، دايركت ان انا الفيول برشه في الاير بيحصل عمليه الايه؟ الاحتراق دي. تمام؟ انما في حالات تانية مثلا زي النيوكلير رياكتور، او انا عندي سورس بتاع هيت مثلا درجه حراره عاليه زياده مثلا ولا حاجه، فمش فيول مثلا ان هو هيحرق في الاير ولا حاجه، فهيبقى ساعتها في اندايركت هيت ترانسفير هتحصل ما بين الهيت سورس والايه؟ والكمبريسد اير اللي جاي لي، او الكمبريسد جاز اللي جاي لي من الايه؟ من الكمبريسور. تمام كده؟ طيب ماشي، وبعد كده جينا اتكلمنا على الكنترولينج بارامترز. الكنترولينج بارامترز اللي هي هتلاحظ معظم المعادلات بنحاول نحولها للايه، تبقى فانكشن في الكنترولينج بارامترز. بس زي ما قلت زمانكم امبارح، كانوا سألوني بعد المحاضرة، مش شرط ان انت تيجي كحل، يعني ماشي، ان انا ابتدي بالمعادله اللي في الاخر دي. انا نفسي لو حاجه هبتدي احل، ابتدي ستيب باي ستيب، يعني المعادلات دي عشان اوصل لها واكتبها، مش اللي هي في دماغي ان انا احفظها. تمام، ان انا لا هبتدي ادي كومبريسور دي ستيت 1 ودي ستيت 2، طب من 1 ل 2 بيحصل ايه؟ خلاص بي اوفر بي تو ذا باور جاما ماينس 1 اوفر جاما ايكوال تي اوفر تي. حتى دي انا مش حافظها على فكره، يعني انا اللي حافظها بي في تو ذا باور جاما ايكوال كونستنت، بشيل البي واحطها لو بي على تي واشوف بتوصل ازاي لكده. فما تحفظش حاجه، انت مع التعود هتلاقي الموضوع ده يعني. ماشي، بس من واحد لاثنين لما استخدم القانون بتاع بي في تو ذا باور جاما ايكوال كونستنت، يبقى انا كده بتكلم على ايزنتروبيك ايه، بروسيس. تمام، يعني النقطه اللي هتطلع لي دي ان هي ايزنتروبيك. لو انا في ايزنتروبيك افشنسي للكمبريسور، يبقى لازم اجيب الايه، الاكتوال تمبريتشر اللي خارجه. صح، وانتوا عملتوا الحاجات دي قبل كده اكيد في الابلايد ثيرموداينامكس، وحتى في الاير ريفريجريشن، صح ولا لا؟ تمام، طيب بس هي الفكره كلها ان احنا اي معادله ماشي خلاص، يعني هنا ام دوت، لو احنا هنتكلم على ايزنتروبيك كومبريشن، فهي ام دوت اتش 2 ماينس اتش 1 ده الورك. صح،
ام دوت في سي بي تي 2 ماينس تي 1، هعرف اجيب تي 2 وتي 1 مفيش مشكله. بس ليه بنحاول نخلي كل حاجه فانكشن في الكنترولنج بارامترز؟ علشان نشوف الايفكت بتاعهم على البرفورمانس. تمام؟ يعني عاوز دلوقتي اعرف نوع الفلويد اللي هو مثلا بيتمثل في ايه؟ في الجاما وفي السي بي. تمام؟ يعني الاثنين. خلاص؟ ما اصل الجاما ممكن تبقى كامل لجازز كتير، يعني 1.4 دي كامل لجازز اللي هي كل الداي اتوميك. ماشي؟ والمونو اتوميك كلهم مثلا ايه 1.66. خلاص؟ فهتلاقي الجاما ممكن لا يعني بتاثر، بس انا قصدي الفلو ده والفلو ده نفس الجاما، بس السي بي. السي بي لان كل جهاز ماشي السي بي، فاكرين كنت بتجيب ازاي من الثيرمو؟ ايه؟ جاما ار على جاما ماينس 1، ده اللي هو السي بي. تمام كده. فهتلاقي ان هي الار دي عباره عن ايه؟ اللي هي الجاز كونستنت، اللي هو اليونيفرسال جاز كونستنت على الموليكولار ويت. تمام؟ فكل ما الموليكولار ويت يبقى اقل خلاص، كل ما السي بي تبقى ايه؟ اعلى. تمام؟ فالهيليوم، الهيليوم الموليكولار ويت بتاعه كام؟ حد فاكر؟ لا 4. ماشي؟ تمام؟ فبالنسبه للاير الموليكولار ويت بتاعه 28.97. خلاص؟ فهتلاقي دايما السي بي بتاعت الهيليوم هتبقى اعلى من الايه؟ من الاير. تمام كده؟ بس فاحنا هنا مثلا عاوزين نطلع اعرف البرفورمانس بتاع السيستم. ماشي؟ اشوف الايفكت بتاع التايب اوف وركينج فلويد، الايفكت بتاع الانلت تمبريتشر، ان دي بقدر اتحكم فيها. يعني دي ودي 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 دي من السبيكس بتاعت الديزاين. انا اللي بقول انا هعمل المحطه دي شغاله بالاير، هعمل المحطه دي شغاله مثلا بالهيليوم وهكذا. تمام؟ المحطه دي انا هدخل الهواء اللي داخل على الكمبريسور درجه حرارته كذا، يا اما يكون اتموسفيريك يا اما انت عامله تريتمنت، يعني تعمل له كولينج قبل ما يدخل، او انت برضه بيتاثر حسب الابلكيشن فين. يعني هي لو محطه على الارض باور بلانت عاديه، فتبقى خلاص الاير اللي هو الاتموسفير هشوف لو عملت تريتمنت ولا لا. لو هي مثلا جيت انجن مثلا في طياره ولا حاجه، فيبقى انت لازم تاخد في الاعتبار ان درجه الحراره اللي داخله والبريشر تمام مختلف عن اللي هو الايه الاتموسفيريك اللي على سطح الارض على ارتفاع عالي، صح ولا لا؟ البريشر ريشيو انت اللي بتعمل الديزاين بتاعك، البريشر ريشيو يبقى ايه؟ ها يبقى كام؟ عشان كده مثلا كان في ناس بتسالني امبارح، طب نقطه 2 ليه ما بنخليهاش ان هي يعني ليه ما بنخليش انه الثيرمال افيشنسي او اي او النت ورك او كده كفانكشن في 2؟ احنا بنخليها فانكشن في البريشر ريشيو. مش معنى كده ان تي 2 مش هتاثر، هي هتاثر بس هي بتتغير التي 2 بناء على ايه؟ على البريشر ريشيو. فوانس ان انا ذكرت البريشر ريشيو يبقى انا خلاص خدت الافكت بتاعها، وهو بياثر على 2، بياثر من 3 ل 4 ازاي وهكذا. تمام؟ واخر حاجه من السبيكس بتاعتنا هي الماكسيمم ايه؟ تمبريتشر، اللي هي مين؟ نقطه 3. تمام؟ طيب بعد كده قعدنا نتكلم على الايدل بريتون سايكل، فهي كلها عباره عن ايه؟ ام دوت في دلتا اتش، لو في كيو، لو في ايزنتروبيك كومبريشن ايزنتروبيك اكسبانشن، فبالتالي الاثنين الكيوهات عندهم بزيرو، والورك هو ام دوت في دلتا اتش. بالنسبه للهيت اديشن وهيت ريجكشن برضو ام دوت في دلتا اتش. اللي هي الدريفيشن اللي بتحصل دي انت تقدر ان انت تعملها مع نفسك يعني. تمام؟ الدريفيشن دي زي ما قلت لكم كلها في الاخر، انا عاوز اوصل مثلا للمعادله دي والمعادله دي. ماشي؟ اللي هو الايه؟ النتورك مثلا تبقى فانكشن في الايه؟ الكنترولنج بارامترز. نوع الفلويد ادي مثلا البريشر ريشيو، ادي الانبوت او الانلت تمبريتشر، وده الماكسيمم تمبريتشر. تمام؟ ده هنا بالنسبه لايديال بريتون سايكل زي ما قلت لكم، ادي المعادلتين اهم عشان انا ارسم الجرافس دي. يعني كل يومين في الاخر اشوف البرفورمانس انهي الاوبتيمال بوينت اللي اشتغل عليه. خلاص كده؟ ماشي. يعني انا لو عندي الحريه في اختيار الار بي بختار الار بي بناء على ايه؟ ماشي. فهنا دي انهي الكيرف بتاع الايديال بريكنج سايكل. ايديال بريكنج سايكل هتلاقي انه الثيرمال افشنسي ما بتاثرش غير بالار بي بس. كل ما الار بي بتزيد كل ما الثيرمال افشنسي ايه؟ هتزيد. تمام؟ اهو هذا القانون بتاعها. ماشي. بس دي ايه؟ تمام كده؟ لما جينا اشتغلنا في الاكشوال لقينا كل الكلام ده ايه؟ بيتغير. تمام؟ وصلنا عندنا لهنا. أكتر حاجة عايزكم تفتكروها هي إيه؟ دلوقتي ده الأكشوال،
حلو. دلوقتي هتلاقي الافشنسي اللي هي البلاك لاينز دي، واللي هي الدوتد ريد لاينز دي اللي هي ايه السبيسيفيك ورك اللي هي دبل دوت كونفيج او على الام دوت. هتلاحظ كل ما التي ماكسيمم تزيد تمام، قبل كده في الثيرمال افشنسي ما كانتش بتاثر في اللي هي الايديال بريتون سايكل، صح ولا لا؟ انما في الاكتوال هتلاقي ايه الثيرمال افشنسي تمام بتاعها فين اهو، ادي الثيرمال افشنسي. هتلاقي ان هي فانكشن في تي 1 والتي 3 ماشي، والار بي طبعا خلاص، فماش فانكشن في الار بي بس. هنلاحظ هنا ان احنا كل ما عندنا التمبريتشر هتزيد، هنبص على البلاي، كل ما التمبريتشر بتزيد كل خلاص اوكي هتلاقي الثيرمال افشنسي هتزيد، بس في الاوبتيمم فاليو كده خلاص. بالنسبه لنفس التمبريتشر الاوبتيمم فاليو للار بي، ساعتها انت يهمك السيستم بتاعك ده الافشنسي بتاعته تبقى اعلى حاجه ولا النتورك يبقى اعلى حاجه، يعني الباور اللي طالعه لك هي اللي تبقى الاهم، ولا كمان الكيو داخله معاك في الاعتبار، يعني انت يهمك الافشنسي. لو انت هتدور على الافشنسي هتلاقي الار بي تبقى اعلى تمام. يبقى الار بي للافشنسي تمام، ان انا اجيب الاوبتيمم افشنسي هتبقى اعلى من الار بي تمام اللي يجيب لي ماكسيمم نتورك تمام كده. طيب تعال نبص بقى ايه على الموديفيكيشن. السيمبل جاز تربين سايكل although has relatively low thermal efficiency but remains economically adequate for many purposes such as peaking unit, jet engine propulsion and the combined cycle application. طيب الكلام ده معناه ايه؟ احنا زي ما قلنا السيمبل جاز تربين لو قارناها بالستيم باور بلانت هتبقى الافشنسي بتاعتها ايه؟ اقل. فاكرين ليه؟ موضوع الباور بتاع الكمبريسور، وموضوع كمان البريشر ريشيو تمام، البريشر ريشيو بتاع الستيم باور بلانت بيبقى اعلى تمام كده. طيب بس في نفس الوقت السيمبل سايكل دي اللي هو دوب كومبريسور كومباسون تشامبر وتربين تمام، في حالات كتيره ان هو ده بيبقى ايكونوميكالي ده كويس، مش عاوزين نعمل عليه موديفيكيشن اكتر ماشي. يعني مثلا هسألك سؤال، ايه الموديفيكيشنز اللي كنتوا بتعملوها على الستيم باور بلانت؟ الريهيت ماشي، الريهيت ده كان بيعمل ايه؟ تمام، يعني من الاخر كده ان انتوا جوه الستيج بتاعت التربين تمام. هنيجي عند نقطه هي التربين بيحصل اكسبانشن والتمبريتشر بتقل، هاجي عند نقطه ومعلى التمبريتشر تاني صح كده، كان ببتدي من الاول تمام كده. طيب في ايه تاني برضو كان ممكن بتعملوه؟ ريجنريشن بيحصل ازاي في الستيم باور بلانت؟ حلو، فيد ووتر هيترز دايريتورز صح كده، ده كده اللي هو حاله ايه؟ دي حاله ريجنريشن صح؟ الريجنريشن دي دايما ان انا بقلل الهيت اللي انا محتاجها في الستيم باور بلانت هتبقى اللي هو البويلر صح؟ انه الميه بدل ما تخرج من الكوندنسر على طول تخش على البويلر واسخن كل ده تمام؟ لا انا هسخن الميه دي شويه يا دوب هي ليكويد تمام؟ فكل اللي مش ما هياش مثلا محتاجه ليتنت هيت، هي محتاجه سنسبل هيت. فلو انا اخدت برانش صغير كده من التربين ماشي عن درجات حراره بقى مختلفه وبريشرز مختلفه حسب البريشر بقى بتاع الفيد ووتر هيتر والتمبريشر اللي انا عايز اوصل لها، فيقدر يعمل لي ايه؟ ريجنريشن تمام كده؟ نفس الكلام هنا هنعمله، بس ستيل السمبل جاز تربين سايكل اللي هي من غير اي موديفيكيشنز زي اللي احنا كنا لسه شايفينها امبارح تمام؟ دي هتنفع امتى في الجيت انجن مثلا؟ مفيش مجال في الجيت انجن ان انا ايه؟ ان انا هعمل بقى تبقى السايكل تبقى معقده اكتر ان انا اخد ماشي اعمل ريهيت واعمل ريجنريشن وكل الكلام ده تمام. كمان في حاجات تانية لما نيجي نفهم في كل واحده ايه المزايا وايه العيوب بتاعتها فهتعرف اه لا هنا الافضل مثلا ما نعملش ريجنريشن، لان الريجنريشن ممكن يجي لي معاه ايه بريشر دروب في الريجنريتور نفسه. ما هو الريجنريشن ده هنشوفه كمان شويه ده عباره عن هيتكس تشينجر صح؟ فبس هيت اكسشينجر في الجاز تربين ما بين ايه وايه؟ جاز واير تمام، يعني جاز وجاز، فبيبقى اللي هو السيرفيس بليت هيت اكسشينجر عارفينه؟ فاكرين كنا شفناه في الريفريجريشن الترم اللي فات في الاير كونديشننج اخر محاضره بتاعت الويست هيت، فاكرين الويست هيت ريكفري؟ بالظبط، ان انا عاوز ادي اير وادي اير بس مش عاوز يحصل ميكسنج ما بينهم، بس عاوز يحصل هيت اكسشينج ما بينهم
تمام؟ فبيبقى عباره عن ايه؟ بليتس عامله مش مع بعضها بشكل معين كده، فلو بخش في مجرى ودي في مجرى، تمام؟ ما بيحصلش ميكس ما بينهم، بس لازم يكون ايه؟ فالهيت ترانسفير كوفيشنت بتاع الهواء قليل، فبالتالي بيبقى حجمه الريجنريتور ده بيبقى محترم يعني، تمام؟ فبالتالي بيحصل بريشر دروب فيه كويس، فتلاقي البريشر اللي خارج من الايه؟ من الكمبريسور غير اللي داخل على التربين، تمام؟ هتلاقي اللي داخل على التربين يبقى ايه؟ اقل، فالبريشر ريشيو في التربين هتبقى اقل من اللي في الكمبريسور، تمام؟ طيب البيكنج يونت دي اللي هي ايه؟ حاول تفكر كده من اسمها كده. لا هو هنا بيقول لك يونت، يعني دي مثلا دي جاس توربين سايكل، ماشي؟ هي بتشتغل في حاله البيك، يعني دي مثلا خاصه هتلاقيها في الكومباين سايكل مثلا، ماشي؟ فبيبقى عندي مثلا ايه، انا شغال مثلا ستيم باور بلانت مثلا عادي، خلاص؟ وحاطط يونت عندي جاس توربين مثلا بلانت ولا جاس توربين سايكل عشان حاله البيك، تمام؟ مش شغال على طول بالظبط، زي ستاند باي مثلا او كده، ماشي؟ او عندي كذا جاس توربين سايكل، حلو؟ بس في واحده انا عاملها دي ستاند باي، لما اللود عندي يزيد، ماشي؟ يعني عندي الشبكه اللود ما بيبقاش ثابت، صح ولا لا؟ يعني مثلا في حاجه اسمها اللود كيرف، هتتعلموها تقريبا مع دكتور جلال، يعني هيقول حلو. اللود كيرف ده على مدار السنه، خلاص؟ الساعه الفلانيه انا عندي اللود كذا في الشبكه، اللود كذا، اللود كذا، بيبقى حسب بقى ايه؟ في الصيف يبقى اكتر عشان في تكييفات، في اضاءه بالليل، في مش عارف ايه وهكذا. فاللود مش دايما كونستنت، تمام؟ بيتغير مع الوقت، ففي وقت بيبقى هو البيك، تمام؟ فانت بتعمل حساب ان يبقى في عندك زي محطه كده تبقى شغاله للبيك، مش لان انت مش هتجيب محطه، تمام؟ اللي هي الكباسيتي بتاعتها تبقى هي البيك وتشتغل طول السنه، صح ولا لا؟ مش هتبقى فيزبل خالص. فممكن اقسم الحمل بتاعي على كذا ايه؟ محطه. وده اللي بيحصل، احنا عندنا هي محطه واحده مثلا في مصر، انت عندك المحطات اللي متوصله على الشبكه محطات كتير، خلاص؟ وكل محطه بيبقى فيها اساسا الجزء اللي هو الستاند باي، والجزء اللي هو ايه؟ يعني اللي شغال على طول على البيز لود وهكذا. فانت عندك اللود كيرف بتاعك فيه اللي هو البيز لود، ماشي؟ وفي اللي هو البيك لود. فالبيك بيبقى الافضل ان احنا نشتغل اللي هو السيمبل ايه؟ جاست توربين سايكل، لان هي كستارت اب اوبريشن هتبقى اسرع، تمام؟ يعني وانس ان انت هتشتغل، الوقت اللي هتوصل فيه ان هي تبقى ستيدي هيبقى اقصر بكتير ما تبقى موديفايد ايه؟ جاست توربين سايكل، خلاص؟ طيب انما بقى هنا ايه؟ السايكليك والبيز لودز يونتس ستيل ريكواير موديفيكيشنز تو امبروف ذا سايكل باور اوت بوت والثيرمال افشنسي. السايكليك والبيز لود اللي هو زي ما قلت لكم، عندي فيه البيك وفي اللي هو البيز اللي هو شغال دايما. فاللي شغال دايما ده ده اللي افكر فيه ان انا محتاج ان انا لا يطلع لي باور اكتر، لا محتاج ان هو يطلع لي ثيرمال افشنسي اكتر وهكذا. اوقات دي ما بتمشيش مع دي، يعني زي ما هنشوف في انواع الموديفيكيشنز، اوقات ان انت تحسن او تعلي الباور، ماشي؟ مش هو اللي يحسن الثيرمال افشنسي. وكنا شفناها في الكيرف بتاع الثيرمال افشنسي والنت باور مع الايه؟ مع الار بي، صح ولا لا؟ لان الاوبتيمم ار بي اللي تديني الاوبتيمم بيزد ان هي تديني ماكسيمم وورك، غير الاوبتيمم اللي تديني ماكسيمم ثيرمال افشنسي، صح ولا لا؟ تمام؟ طيب بالنسبه بقى ان احنا الموديفيكيشنز اللي احنا بنعملها، خلاص احنا زي ما احنا شفنا في الجرافس اللي فاتت، لاحظنا ان كل ما في 3 بتزيد، في 3 بتزيد كل ما الافشنسي او الباور هيزيدوا، صح ولا لا؟ وده منطقي، صح كده؟ يعني ان انا عندي السورس هيبقى اعلى. طيب غير بقى الكلام ده، التي 3 لو زادت هتزود البرفورمانس حتى لو كانت سيمبل سايكل، صح ولا لا؟ طيب بالنسبه بقى لنفس السايكل مثلا عند تي 3 معينه، ايه الحاجات اللي ممكن نعملها؟ اول حاجه اللي هي الكمبريسور ايه؟ انتر كولينج، ماشي؟ من اسمه كده، ها، بنعمل انتر كولينج. يعني ايه؟ يعني ما بين الستيج، تمام كده؟ كده كده الكمبريسور ده متقسم كذا ستيج زي ما شفناها في الفيديو بتاع امبارح، صح؟ ففي النص بتاع الستيج كده ولا حاجه بعمل كولينج للاير. طيب قبل ما نبتدي في شرح الحاجات دي كلها، ده يحسن لي ايه؟ تمام، ازاي؟ اه
بالظبط. انت عندك دلوقتي لما تيجي تعمل انتر كولينج في الكمبريسور، تمام، انتر كولينج ان انت هتبرد، معنى ان انت بردت فيبقى السبيسيفيك فوليوم عندك ايه؟ صغر، صح ولا قل؟ الدنسيتي هتزيد، انت بتبرد فالدنسيتي بتزيد، فبالتالي الايه؟ ها؟ التمبريتشر لما بتقل السبيسيفيك فوليوم هيقل، فبالتالي الباور ايه؟ اللي انت هتحتاجها للكمبريسور هتقل. تمام؟ طيب الريهيت، الريهيت زي ما انت قلته بنعمل ايه؟ حاجه في نص مثلا التربين ولا حاجه في ستيج كده معينه هقوم موديها على كان قبل كده ماشي بويلر، هنا ان احنا هنودي على كومباشن تشامبر تاني يعني نحرق تاني، تمام كده؟ هنعلي الايه؟ التمبريتشر، يعني كان في نص الستيج هعلي التمبريتشر والاوبتيمم، ومعظم الناس بتعليها لايه؟ لنفس الدرجه اللي كنت داخل بيها، تمام كده؟ يعني انا داخل التربين مثلا درجه الحراره 1000 مثلا، ماشي 1000، وبيحصل الاكسبانشن درجه الحراره بتقل، فافرض مثلا قلت وصلت لغايه 800 ولسه هتكمل عند 800، قمت ساحبها وقلت ان انا هسخن تاني، تمام؟ هسخنها في الغالب الناس بتخليها تعمل ايه؟ تسخن لايه؟ لل 1000 تاني، ماشي؟ حتى الكولينج بتاع الكمبريسور اوقات يعني بيبقى لو يقدروا يعني مثلا يعملوها بيعملوا كولينج للقل التمبريتشر برضه، ماشي؟ طيب فالتربل هيت اللي بيحصل لما انا اعلي التمبريتشر بتاعت اللي داخل على التربين حتى في النص كده، يبقى انا كده زودت الباور ولا لا؟ ماشي، نفس الفكره، هتلاقي ان انا مع التمبريتشر عليت السبيسيفيك فوليوم هيحصل له ايه؟ تمام؟ لا هيعلى، دلوقتي التمبريتشر هتعلى فالدنستي هتخف، صح ولا لا؟ فبالتالي هياخد فوليوم اكبر، ففوليوم اكبر يعني يديني ورك اكتر، وانا عاوز من التربين ورك اكتر، صح كده؟ طيب الريجنريشن عامل زي فكره انا بحاول ايه اجيب لكم بس الموضوع بالنسبه للستيم باور بلانت برضه اللي انتوا لسه دارسينها. الريجنريشن سواء هنا او هنا ان انا بعمل ايه؟ بحاول الهيت سورس يبقى اقل، يعني الهيت اللي اخدها منه تبقى اقل. يعني مثلا كنا بنسخن الميه اللي خارجه من الكندنسر في الفيد ووتر هيترز عشان يخش البويلر تبقى ادفى شويه، صح كده؟ ان هنا برضو نفس الكلام، الريجنريشن ان احنا قبل ما نخش الكومباشن تشامبر، تمام، الهواء اللي خارج من الكمبريسور يسخن اكتر، يعني بدل ما سخن من 2 ل 3، لا 2 دي هتبقى ادفى شويه كمان. مش احنا دلوقتي من 2 ل 3 دي كانت ايه؟ اللي هو الهيت اديشن، صح كده؟ اللي هو الكومبريسور تشامبر. فبدل ما اسخن من 2 ل 3 سخنت مثلا من نقطه في النص، تمام؟ فبالتالي الهيت اديشن، الهيت اللي انا هحتاجها هتقل ولا لا؟ تمام؟ الجزء ده جه منين؟ ده اللي هو الافكت بتاع ريجنريشن، هنشوف ده بيجي ازاي، تمام؟ طيب اخر حاجه مش عارف اذا كنت هديها لكم مثلا بالتفاصيل ولا لا، ولا لكم الفكره بتاعتها، بس اللي هي الووتر انجكشن. الووتر انجكشن ده ان انا بعد الكمبريسور مثلا خلاص ان انا ارش ميه، تمام، هرش سبراي ميه، فبيحصل ايه للميه دي؟ دلوقتي الهواء سخن جدا، فيحصل لنا ايه؟ يحصل لها ايه؟ ايفابوريشن، صح ولا لا؟ فبالتالي هي فكرتها ايه؟ انا هرشها بعد الكمبريسور، الام دوت اللي داخله الكمبريسور هتبقى ام دوت اير، بعد كده لما ارش الميه دي بقت فيبر وبقت جوه الاير، بقى يعني الاير بقى ساتوريتد مثلا، او غالبا بيبقى ساتوريتد، يعني انت بترش كميه انه ممكن يوصل للساتوريشن. حلو؟ الماس بتاعت الاير دلوقتي زادت ولا اقل؟ زادت عشان الميه اللي اترشت دي، صح؟ فبالتالي يبقى اللي داخل على التربين يبقى الماس فلوريت اعلى، صح كده؟ فيبقى الماس فلوريت اللي دخلت التربين اعلى من اللي ايه؟ اللي في الكمبريسور، فالباور اللي هتطلع من التربين تبقى اكتر، والكمبريسور زي ما هو. بالظبط، هتلاقي يعني هي حاجه قصاد حاجه، ما لو كده كان كل كانت تبقى في السايكل مش هتتغير، فهو هنا هيزود لي الماس فلوريت بتاع التربين، يعني هيزود لي الباور، تمام؟ الافشنسي دي نقطه ثانيه، لان هو هيبرد لي نقطه 2 دي اللي خارجه من الكمبريسور هتبرد، تمام؟ فبالتالي الهيت اديشن اللي هتحتاجها اكتر، فيبقى انت على حسب انت يهمك الافشنسي ولا الباور، تمام؟ هو ده اللي انا بقول لك عليه، انه في اوقات الاثنين مش هيتفقوا مع بعض، تمام؟ دي كده شكل السايكل بتاعتنا لما جينا عملنا الايه كل الموديفيكيشن، تمام؟
ادي الكمبريسور متقسم عند الستيج، عملت هنا كام انتر كولينج؟ اثنين انتر كولينج، عمل كومبريشن من واحد لاثنين، من اثنين لثلاثه عملت انتر كولينج، تمام؟ بعد كده من ثلاثه لاربعه الكمبريشن في الستيج الثانيه، من اربعه لخمسه ايه؟ انتر كولينج، من خمسه لسته ده كده الكمبريشن. يعني من الاخر بدل ما كانت تبقى من واحد للبريشر بتاع سته، خلاص قسمتها على كام؟ على ثلاث مراحل، تمام كده؟ طيب بعد كده قبل ما يخش على المفروض كان بيخرج من الكمبريسور ويخش على ايه؟ على الكومبشن تشامبر، صح؟ قبل ما يخش على الكومبشن تشامبر انا ايه؟ هدخله على ريجنريتور، تمام؟ على ايه؟ على ريجنريتور. الريجنريتور ده هيحصل ايه للاير؟ الكومبريسد اير؟ هيسخن بسبب ايه؟ بص كده، شايف الاكزوست اللي خارج من اخر التربايه؟ الاكزوست ده قبل ما احرميه خالص، ماشي؟ او ايا كان هعمل فيه ايه، تمام؟ هدخله على الريجنريتور يسخن الاير من 6 ل 7، تمام؟ بعد كده اخش على الكومباشن تشامبر، عملت عمليه الايه؟ الاحتراق دي. خرج من التربايه عند ستيت 8، اخش عند اول ايه؟ ستيج او الهاي بريشر او تربايه، ماشي؟ بعد كده هيخرج عند النقطة التاسعة، بدل ما يخش على اللو بريشر تربين قبلها هعمل ايه؟ ريهيت. الريهيت بيحصل فين؟ في الكومباستون تشامبر. يعني معنى كده في هيت اديشن زيادة. بس أنا استفدت ايه؟ الورك عندي هيزيد. تمام كده؟ بس خرجت بقى من الايه؟ من جاست تربين، ادي كده دورت هنا الهاي بريشر تربين هي اللي دورت الكمبريسورز او الكمبريسور ستيت، ولو بريشر تربين هي اللي بتوصل على الالكتريكال ايه؟ جنريتور، تمام كده؟ اتفضل. المعظم بيعملها كده عشان يوفر برضه في الايه؟ في الانرجي، تمام؟ الهاي بريشر تربان كده كده هي عند بريشر عالي، تمام؟ فعشان انت تنزل بالبريشر زي ما اتكلمنا امبارح بيبقى الموضوع اسهل شويه. انت بتقرب من نيتشر، صح ولا لا؟ فانت كده كده بعيد، فيا دوب اي ستيج لو صغيره هتقدر ان هي تقلل ايه؟ البريشر بسرعه. انما بعد كده في المنطقه دي، ماشي؟ انت هنا خلاص قربت من ايه؟ من الاكوليبريم. فكانها زي بتاخد وقت اطول، فبالتالي انت محتاج ستيج اكتر عشان توصل لها. تمام؟ كان عندك بعد الكمبريسور ده الأفضل يعني. 11؟ طبعا لازم 11 دي تكون أكبر من 6، تمام؟ أدي أهي بص هنا، أدي تي 11 هتقل لغاية تي 12، هنا تي 6، تمام؟ وده هنا ايه؟ 7، فلازم تي 6 تبقى اعلى من تي 12، اسف تي 12 تبقى اعلى من تي 6، وطبيعي ان 11 تبقى اعلى من ايه؟ من 7، تمام؟ حد عنده سؤال؟ ده لو انت هتعمل الهيت ريجكشن، تمام؟ يعني دي كلوزد سايكل. لو هي مش كلوزد سايكل خلاص 12 دي هتبقى في الستاك وهتطير على الاتموسفير، تمام كده؟ فده كده هيت ريجكشن، فعشان اسمه كولر. او ممكن تستخدمها كول جنريشن. طيب تعال نبص على اول حاجه اللي هي الكمبريسور انتر كولينج، ماشي؟ دلوقتي احنا زي ما احنا كنا اتكلمنا من شويه، الورك بتاع الكمبريسور عباره عن ايه؟ اللي هو ماينس تكامل في دي بي، حلو؟ الفي دي ماشي ممكن نشيلها نخليها ار تي على البي. فبالتالي كل ما التمبريتشر هتقل كل ما الورك ايه؟ هيقل، صح كده؟ تمام؟ على اساس انها هتتعامل مع الاير انه ده ايديال جاز. طيب فهو ده اللي احنا بنعمله في الايه؟ في الانتر كولينج، ان احنا هنقعد نبرد بدل ما تبقى من واحد للبريشر بتاع 6 على طول، في كل مرحله ابتدي ان انا ايه؟ ابرد شويه، تمام؟ هو طبعا في تكلفه لموضوع التبريد ده، تمام؟ لان انت عندك في ترمبات ميه، في هيت اكسشنجرز هنا، بس معظمها تبقى انيشال كوست والرننج بتاعها بيبقى خفيف يعني. لان هي بامب مثلا هي اللي هتدور الميه اللي هنا، فمش مش اللي هي التكلفه الرهيبه قد ما هيوفر لي في الكمبريسور، تمام كده؟ طيب فالكمبريشن ورك عندنا فانكشن في الايه؟ في التمبريتشر.
فان احنا كل ما نقلل الجاز تمبريتشر كل ما ده يبقى ايه افضل طبعا. يعني لو قدرت ان انت تعملها بس ده براكتيكال يا عمره ما يحصل، ان انت مثلا هو داخل 25 ويفضل 25 على طول، تمام؟ ده كده يبقى ايه يعني ان هو يبقى ايزوثيرمال يعني، فدي عمرها ما هتحصل. عمره ما يحصل ايه اللي هو ايزوثيرمال كومبريشن، غير بقى ان انت تعمل كولينج في كل على كل ريشه، لا وتعمل كولينج ان هو يوصل لدرجه الحراره دي، فطبعا دي استحاله ان هي تحصل يعني، براكتيكالي مش هتحصل يعني. خلاص طيب، فهنا ايديالي انه دلوقتي انا مثلا عملت كومبريشن من 1 ل 2، خلاص من 2 ل 3 بعمل كولينج، تمام؟ اعمل كولينج ليه؟ الحاله الايديال ان انا ابرد تاني اخلي 3 بتساوي 1، تمام؟ اخلي 3 بتساوي ايه؟ 1. بعد كده من 3 ل 4 ادي الكومبريشن الثاني، اعمل كولينج من 4 ل 5 خلي 5 بتساوي 3 بتساوي 1. يعني كان كل ستيج انا قسمتهم مثلا الستيج كلهم كانهم ايه 3 3 ستيج، كل ستيج اخلي الانلت بتاعها زي الثاني، تمام كده؟ دي اللي هي الايه الايديال كيس يعني. فيبقى الورك هنا كله ايه يعتبر كله ايه يعني، الورك هيبقى هنا زي هنا زي هنا، ماشي؟ ما انا ببتدي من النقطه دي زي ما هنا زي ما هنا، واخلي البريشر ريشيو زي بعض يعني، اقسم البريشر ريشيو هنا عليهم، تمام؟ البريشر ريشيو اهو انا دلوقتي عارف البريشر ريشيو التوتال بتاع الكمبريسور، صح؟ ده انا حاطه في الايه في الحسابات بتاعتي، انا بقول انا عاوز البريشر ريشيو مثلا 17 مثلا، خلاص؟ البريشر ريشيو دي طب انا عندي قسمت الكمبريسور ان هم ثلاث مراحل، خلاص؟ يبقى انا دلوقتي السكوير الكيوبيك روت بتاع ايه؟ 17، تمام كده؟ ده كده يبقى البريشر ريشيو بتاع كل ايه؟ مرحله، تمام كده؟ تمام يا شباب؟ طيب ومن هنا جبت الار بي بتاع الستيج، فبالتالي اقدر اجيب الايه؟ التمبريتشر بتاع 2 بالنسبه لواحد، خلاص؟ الار بي بتاعت الستيج دي ودي ودي كلهم زي بعض، فلو كانت تي 1 بتساوي تي 3 بتساوي تي 5 يبقى بالتالي تي 2 بتساوي 4 بتساوي 6، يبقى بالتالي الورك هنا بيساوي الورك هنا بيساوي الورك هنا، لان الام دوت هي هي، صح ولا لا؟ ها تمام كده يا شباب؟ ماشي؟ سكشن اللي كام ستيج يعني؟ ما هو ثلاثة، ماشي؟ عشان عملت اثنين انتر كولينج يبقى انا قسمتها ثلاثة ستيج، تمام؟ حد عنده سؤال؟ طيب فدلوقتي الاوفرول كومبريسور ورك از جيفن باي اتش 2 ماينس اتش 1 اتش 4 ماينس اتش 3 اتش 6 ماينس اتش ايه 5. لو زي ما احنا قلنا لو هو في الحاله الايديال ان انا خليت تي 1 بتساوي 3 بتساوي 5، خلاص؟ والبريشر ريشيو تبقى هنا زي هنا زي هنا، فبالتالي نقطه 2 و4 و6 يبقوا زي بعض، فهيبقى ساعتها الكمبريسور عندي 3 في اتش 2 ماينس اتش 1، ده اكيد هيبقى اقل بكتير من انا عملت الكمبريشن من 1 للبريشر اللي هنا في ستيج واحده، صح ولا لا؟ تمام كده؟ طيب فدلوقتي ده نفس الكلام احنا قلنا اللي هو كومبريسور انتر كولينج مين، ان احنا بنقلل الورك اللي احنا هنستخدمه للجاز كومبريشن، وبالتالي هتزود لي الايه النت ورك اوت بوت. التربين دلوقتي زي ما هي، صح ولا لا؟ تمام كده؟ فبالتالي هيبقى الورك اللي هيطلع لي النت ورك هيبقى اكتر، تمام؟ طب بالنسبه للهيت ده دلوقتي تي 6 ماشي هتبقى ابرد ولا اسخن من قبل كده؟ يعني حاله اللي هي ال ها تمام. بص شايفين عمليه الكومبريشن دي، تمام؟ لو احنا عملنا ايه ادي من هنا بعد كده بردت نزلت، تمام؟ بعد كده عملت كومبريشن بعد كده بردت ونزلت،
هتلاقي النقطة دي راحت فين؟ شفتت لورا صح ولا لا؟ فيبقى نقطة اتنين أو النقطة اللي خارجة من الكمبريسور بدل ما تخرج هنا هتخرج إيه؟ أبرد هنا، تمام كده؟ فيبقى بالتالي الهيت أديشن زاد، تمام كده؟ فيبقى أنا دلوقتي عملية الإنتر كولينج هي هتساعدني في إيه؟ الورك اللي طالع هيبقى أكتر، لأن أنا دلوقتي الورك بتاع الكمبريسور هيبقى أقل، خلاص؟ الورك بتاع الكمبريسور هيبقى أقل لأن أنا عمال أبرد كل شوية. كل ما زودت الستيج او اللي هي عمليه الانتر كولينج كل ما ماشي هيديني باور ايه؟ هيديني باور اقل في الكمبريسور، يعني هيحتاج باور اقل في الكمبريسور ويديني بالتالي باور اعلى في الايه؟ بالظبط كده، او بمعنى صح مش التربان، يعني هيديني النت ورك يبقى اعلى، لان التربان لو ما عملناش اي موديفيكيشن هتبقى هي الباور اللي طالع منها، بس هي الفكره انه في جزء بيروح للكمبريسور، الجزء ده لما يقل يبقى النت ورك عندي هيبقى ايه؟ اعلى. تمام كده؟ طيب انما الهيت اديشن عندي هيحصل ايه؟ هيزيد. في حته بقى الافشنسي ممكن لو زادت حتى هتزيد حاجه ايه بسيطه. ما هو النتورك عندك زاد والهيت زادت، فممكن لو الافشنسي هتزيد هتبقى مش هتزيد نفس الزياده بتاعت الايه؟ الباور. تمام؟ في ظروف معينة ممكن طيب تعال نشوف بقى الايه التربين الهيت ده نفس الكلام. الورك بتاع التربين عبارة عن ايه؟ الانجريشن او ماينس انجريشن بتاع في دي بي من 3 ل 4. فدلوقتي الفي لو شلناها اتعاملنا ان هو ايديال جاز، تمام؟ حتى الجاز ممكن نتعامل معاه ان هي ايديال جاز وليها الجامعه بتاعتها 1.33 صح كده؟ فانا بنشتغل كده. طيب فدلوقتي الفي هنشيلها تبقى ار تي على الفي، كل ما التمبريتشر هتزيد كل ما الورك ايه هيزيد. في الكمبريسر كنا عاوزين التي تبقى اقل ما يمكن قد ما نقدر صح؟ في التربين احنا عاوزينها ايه؟ تبقى تعلى. طيب فبرضه الحاله اللي هي الخياليه ماشي ان احنا التربين طول ما احنا شغالين عمالين نسخن عند كل ستيج، تمام؟ او كل ايه يعني ميني ستيج، يعني كل ايه ريشه كده نسخن عندها. فطبعا ده براكتيكالي ده مش كويس، وفي نفس الوقت كمان عندك ان تفضل على طول على التمبريتشر العاليه دي خلاص بالنسبه للبليتس برضه ده ياثر عليها، خلاص؟ طيب او هتحتاج كولينج للبليتس عالي. طيب فبالتالي يبقى احنا دلوقتي ان احنا نزود الورك عندنا ان احنا نعمل ايه؟ نخلي الجاز تمبريتشر از هاي از بوسيبل، ماشي؟ طيب ده نفس الكلام اللي انا بقوله ان هو ان احنا نخلي التمبريتشر على طول على التربين على طول هي تي 3 في الاول اللي هي هنا 8 يعني، ماشي؟ فده يعني ده امبوسيبل ان انت تعمله لان انت عند كل ستيب، تمام؟ يعني هتقسم الستيج بتاعتك لعدد كبير جدا. عند كل ستيب تقوم عامل رهيب وانت تاخد البرانش يسخن ويرجع تاني وتعمل عمليه الكومباستون، وهنا بيسخن برضه ان انت بتعمل ايه يعني يعتبر شبه اللي هو دايركت اجنيشن يعني، تمام؟ برضه نفس الكلام هنا الار بي بتاع الستيج بنخليها البريشر ريشيو هنا وهنا بيساووا بعض، تمام؟ بنخليها ازاي؟ تمام ان هو الار بي توتال او الاوفرول، ماشي؟ ونجيب هنا مثلا عندنا 2 ستيج يبقى السكوير روت، ولان هنا 2 يبقى السكوير روت للايه؟ للار بي اوفر اول. لو هما 3 ستيج مثلا ولا حاجه خلاص يبقى الكيوبيك روت للار بي للترباين، تمام كده؟ طيب اللي هو النتورك عندنا هيبقى عباره عن ام دوت في اتش 8 ناقص 9 بلس ام دوت في اتش كام؟ 10 ناقص ايه؟ 11. في معظم الحالات والحاله الايديال ان انا اسخن 9 دي اوصلها لايه؟ ان 10 تساوي 8، تمام كده؟ فيبقى ساعتها يعني لما يبقى 10 بتساوي 8 والبريشر ريشيو هنا هي البريشر ريشيو هنا، فبالتالي 9 هتبقى زي 11 صح كده؟ تمام. فيبقى الورك عندي عباره عن 2 في ام دوت اللي هو النمبر اوف ستيج او السكشنز بتاعت التربين في ام دوت في اتش 8 ناقص اتش ايه؟ 9. تمام. هنا دلوقتي عندي التربين ورك زي ما قلنا ان هو هيزيد خلاص بسبب عمليه الريهيت اللي احنا عملناها دي، تمام؟
والهيت برضه هتبقى ايه؟ هتزيد خلاص؟ في الغالب الافشنسي لو هتزيد هتبقى ايه؟ الزياده بتاعتها مش الزياده القويه. فالريهيت ده هتعمله امتى؟ لو انت فارق معاك الباور تمام كده؟ هتلاحظ حتى في الحالات دي هيبقى مختار الار بي اللي هو البريشر ريشيو تمام؟ اللي يديك الماكسيمم نت وورك. احنا قلنا لما جينا اشتغلنا على الاكشوال بريتون سايكل تمام؟ الاكشوال بريتون سايكل لقينا الار بي اللي تديني ماكسيمم افشنسي غير الار بي اللي تديني ايه؟ ماكسيمم وورك. مين فيهم كانت اعلى؟ اللي بتديني ماكسيمم افشنسي صح؟ كانت اعلى. هتفتكرها حتى بالاكزامبل اللي هو لما كان في 3 ب 1300 الار بي اللي تديني ماكسيمم افشنسي كانت 24، اللي تديني ماكسيمم وورك كانت ايه؟ 17 تمام كده؟ فهتلاقي هنا هيبقى شغال على الار بي اللي تديله الماكسيمم ايه؟ وورك. عاوز يعلي الورك اكتر واكتر فعمل ايه؟ موضوع الرهيب ماشي؟ عاوز يعلي النتورك برضو اكتر ممكن يعمل اللي هو الانتر كولينج خلاص؟ يعني هنا الريهيت ان هي دايركتلي بتزود الورك بتاع التربايه خلاص. الانتر كولينج مش بتزود الورك بتاع التربايه، بتزود الجزء اللي انا ايه اكستراكتد من التربايه للكمبريسور، فهتعلي النت وورك بس مش هتعلي بتاع التربايه، مش يعني الانتر كولينج ما ياثرش في التربايه صح كده تمام. طيب تعالى بقى نتكلم على الايه، على الريجنريشن. طيب الريجنريشن زي ما احنا شايفين ايه اللي بيحصل هنا؟ هاخد الاكزوست هنا عند 11 هيخش على الايه؟ على الريجنريتور. الريجنريتور زي ما قلنا ده بقى فايدته ايه؟ بيتحكم في ايه؟ يعني بيتحكم في مين او يهمه مين؟ الهيت اديشن بالظبط كده تمام؟ يبقى انا في حاله ان انا فارق معايا موضوع الهيت اديشن تمام، الهيت اللي انا بصرفها دي ساعتها هعمل الايه؟ الريجنريتور تمام. بس هو ممكن ياثر لي على الايه؟ على الورك بتاع التربايه. طب ازاي؟ طب من شويه لا ما هو كده كده بالظبط، يعني انا اعتبر النقطه 8 دي ثابته صح كده كتمبريتشر، فازاي ازاي الريجنريشن ممكن ياثر لي على الورك اللي طالع من التربايه؟ طب ايه اثر ازاي؟ معلش كمل. الريجنريتور ده زي ما قلنا ده هيت اكسشينجر تمام، بيبقى السايز بتاعه محترم، الباسز بتاعه اللي بيمشي فيها هنا بيمشي الكومبرسد اير وهنا بيمشي الجازز تمام، فبيبقى زي ما قلنا اللي هو الايه؟ السيرفيس بليت هيت اكسشينجر ده خلاص، فالبريشر دروب فيه عالي فبالتالي الار بي على التربين هتبقى اقل صح ولا لا؟ يعني لو جينا الريجنريتور فاذا هنا البريشر دروب اللي حصل هنا مش موجود، يبقى اللي خارج من الكمبريسور اولموست زي اللي داخل على التربين، لان الكومباشن تشامبر برضو ما هياش السايز الكبير تمام انه يحصل فيها موضوع البريشر دروب ده خلاص. غير كده اساسا الاكسبلوجن اللي بيحصل ده يعني هو اساسا بيزود، يعني ممكن تستخدمه يزود لك البريشر شويه خلاص، غير ان هي انا عارف ان هي اوبن سيستم بس ستيل هو مش هيقلل لك الايه؟ البريشر تمام. انما الريجنريتور ماشي لا ده هيت اكسشينجر كبير فبالتالي لا هيعمل لك بريشر دروب ماشي في الايه؟ في السايكل بتاعتك في الباثز بتاعت الكمبريسد اير، فبالتالي الار بي على التربين هتقل خلاص كده. طيب Regeneration is the internal exchange of heat within the cycle especially at the lower temperature range of heat addition. طيب Regeneration زي ما قلنا ان احنا بنستخدمه ان احنا نعمل preheat الكمبريسد جاز تمام؟ ادي الكمبريسد جاز عند ستيت 6 بدل ما تخش على الكمبريسشن تشامبر على طول هسخنها لغايه ستيت ايه؟ 7 تمام؟ عن طريق الايه؟ الاكزوست ده. طيب فاكرين المعادله دي؟ دي معادله الافكتفنس بتاعت اي هيت اكسشينج صح كده؟ طيب المعادله دي بتقول ايه؟ بص كده اقراها تي كام؟ تي 7 ناقص تي 6 على تي 11 ناقص تي 6 تمام؟ فاكرين اساسا الهيت اكسشينجر او حتى فاكرين في الفينز اساسا الكونسبت بتاع الافكتفنس، يعني ايه افكتفنس؟ يعني ايه برضه؟ بالظبط
ماكسيمم. يعني ايه كلمه ماكسيمم؟ ماكسيمم حاجه ايديال. تمام، ايديال يعني ايه؟ يعني انت متخيل ان انا خدت الاكزوست 11 ده تمام وصلته لغايه 6، انما هو هيوصل لغايه فين؟ هيوصل لغايه 12. 12 لازم تكون اعلى من 6. تمام، عشان 12 تبقى بتساوي 6 الاثنين دول يبقوا على بعض مطابقين على بعض كده، لازم الهيت اكسشينجر ده يبقى المساحه بتاعته ايه؟ انفينيتي. تمام كده، فالريجنريتور تمام ان يكون مثلا 100%، دي معناها انه نقطه 6 ماشي هي 12. تمام كده، تمام. ايه تاني؟ 11 توصل ل 6 يعني. ما 11 توصل ل 6 ماشي، ان نقطه 12 تبقى ايه؟ بتساوي 6. ما هو بص انتوا شايفين اللي فوق ده هو ايه؟ ده الاكتوال. خلاص؟ يعني ممكن تبقى تي 7 ناقص تي 6 او تي، صح كده؟ 12 ناقص ايه؟ اسف 11 ناقص 12، صح كده؟ فهي دي الكيو اكتوال، وتحت اللي هي الكيو ايه؟ الايديال او الماكسيمم ايا كان هتسموه ايه؟ خلاص؟ فاللي فوق ده الاكتوال تمام؟ واللي تحت ده اللي هو ايه؟ الماكسيمم اللي كان ممكن اوصل له في الحاله الايديال. ان انا اسخن وابرد اوصل 11 توصل لايه؟ ل 6، من 6 ل 12. تمام؟ الانفكتفنس بتاعت الريجنريتور يعني بتبقى في حدود مثلا 175% 70 80 كده يعني، ماشي؟ طيب تعال نشوف الافكت بتاع الايه؟ الريجنريتور. ها؟ الجراف ده بص شايفين الازرق ده؟ ماشي؟ الازرق سواء اللي هو السوليد او الدوت ده كده بتاع الريجنريتيف سايكل. خلاص؟ الاحمر اللي هو السوليد او الدوت ده بتاع الايه؟ السمبل بريتون سايكل. خلاص؟ طيب هنا طبعا السمبل اللي هي الاكتوال مش الايديال يعني. تمام؟ طيب هنا هتلاحظ في الريجنريتيف حصل ايه؟ دي السوليد ده اللي هو الثيرمال افشنسي، ماشي؟ ايه تاني؟ هنعتبرها بتاعت السايكل يعني. يعني هنهمل موضوع البريشر دروب ده. طيب انتم ملاحظين الافشنسي بتاعت الريجنريتيف سايكل حصل لها في معظم الكيسز ان هي زادت، صح؟ طيب هنا مثلا لما اجي اعمل ريجنريتيف سايكل او اللي هو الريجنريشن، يبقى انا هنا بهتم بايه؟ موضوع الافشنسي، صح كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي اختار الار بي، اختار انهي ار بي؟ صح؟ طيب اختار الرقم بتاعك كام؟ يعني في حدود 9 10 8 كده، صح ولا لا؟ اكتر من كده يبقى الافشنسي عندي ايه؟ هتبقى اقل. طب انتوا واخدين بالكم الكيرفين دول؟ احنا قلنا الريد ده اللي هو الدوت، الريد ده بتاع مين؟ الريد ده اللي هو السيمبل، صح؟ والبلو ده اللي هو بتاع الريجنريتيف سايكل. واخدين بالكم ان الورك بتاع الريجنريتيف سايكل اقل ولا اعلى؟ اقل، صح ولا لا؟ ماشي، ده النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. انا هنا دلوقتي الهيت اديشن بقت اقل عشان عملت الريجنريتيف، بس الريجنريتور بيحصل ايه؟ ها، ان انا عندي البريشر دروب ده فبيعمل لي لور بريشر ريشيو على الايه؟ على التربايه. تمام كده؟ ان انا اوصل اساسا من التمبريتشر دي للتمبريتشر دي، فمحتاج هيت اكسشينجر محترم. تمام؟ حد عنده سؤال؟ الازرق بص السوليد دول افشنسي، ماشي؟ ده الازرق بتاع الريجنريتيف والاحمر بتاع السمبل بريتون سايكل. الدوت ده بتاع الورك اللي هو النت وورك، تمام؟ البلو برضو ده بتاع الريجنريتيف سايكل، والريد ده بتاع الايه؟ السمبل بريتون سايكل. تمام؟ ها؟ حد عنده سؤال؟ تمام؟ كده قربنا خلاص خلاص. نقطة إيه بقى؟ ماشي؟ هنا الإفشنسي ماشي؟ بداية الريجنريتيف سايكل هي الإفشنسي بتاعت الإيه؟ السمبل بريتن سايكل، ماشي؟
عند نقطة الـ A، هل دي النقطة اللي أنا أحسن نقطة أشتغل عندها، ولا النقطة دي تمثل لي إيه؟ لو وصلت لها، أنا لو وصلت لها يبقى أنا كده برمي فلوسي في الأرض، صح ولا لأ؟ بالظبط، معناها إن أنا اديت efficiency هي هي بس work أقل، صح ولا لأ؟ بس طيب خلاص ماشي، يعني مش مشكلة فيه، بس المهم efficiency هي هي. بس هنا حضرتك أنت صرفت كمية فلوس على الريجنريتور ده، وخليت السيستم كمان كومبلكس اكتر. كومبلكس اكتر ده ما بيبانش معانا في المعادلات البسيطه اللي احنا بنشتغل بيها دي، بيبان معانا فين؟ لا ما انا عارف، انا قصدي حتى في ماشي في غير يعني حاجه غير براكتيكال، انت حتى في التصميم بتاعك في جزء كده كنتوا واخدينه في السنه الثانيه او الثالثه، اللي هو ايه السكند لو اوف ثيرموداينامكس او الاكزرجيتك افيشنسي، تمام؟ عارفين الاكزرجيتك افيشنسي؟ عارفينها ولا بس سامعين عنها؟ طب دي لازمتها ايه؟ علل صوتك بس شويه. تمام. طب دلوقتي مثلا امتى برجع للاكزرجيتك افيشنسي؟ حلو. طيب اذا واحده مثلا ادتني اكزرجيتك افيشنسي اعلى، ده معناه ايه براكتيكالي؟ حد عارف؟ تمام، انت عارف الكلام ده بيترجم في ايه؟ كفلوس. كفلوس، بص هقول لك على حاجه، فاكرين قبل كده لما كنا المستر اللي فات لما كنا اتكلمنا على الابزوربشن ريفريجريشن سيستم، فقلت لكم كان في اللي هو السنجل افكت والدبل افكت والتريبل افكت. فكان في دراسات اتعملت قبل كده ايه السنجل والدبل والتريبل. السنجل اللي هو اللي احنا درسناه، حلو. الدبل ان انا عندي اثنين ريجنريتور، اثنين جنريتور ماشي، هاي بريشر وايه ولو بريشر جنريتور، تمام. الهاي بريشر ده اللي هو ده بيبقى الهيت سورس عندي، خلاص اللي خارج منه استخدمه كهيت سورس للايه؟ للو بريشر جنريتور. فهمت جنريتور ولا قلت ريجنريتور؟ المهم تمام. التريبل بقى ان انا عندي هاي بريشر جنريتور، انترميديت بريشر جنريتور، ولو بريشر جنريتور. طيب كل ما بتنقل من السنجل للدبل السيستم بقى معقد اكتر، من الدبل للتريبل بقى معقد اكتر واكتر، تمام. السي او بي بتاعهم خلاص، سي او بي بتاع السنجل كان بيبقى في حدود مثلا 6 من 10 7 من 10 كده، هنقول 7 من 10. الدبل يبقى 1.4 من 10، يعني بقى دبل في السي او بي، تمام. التريبل كان يبقى 2.1 من 10، يعني يبقى تريبل في السي او بي. فيبقى الطبيعي الكل هيقول لك اشتغل بايه؟ التريبل. ما اديني السي او بي اعلى واعلى، صح ولا لا؟ بس لما جم يدرسوا الموضوع من ناحيه الاكزرجيتك افيشنسي لقوا من السنجل للدبل بتزيد، بس من الدبل للتريبل يا زي ما هي تقل، ماشي. ليه بقى التريبل؟ ما انا من السنجل للدبل للتريبل كل ده بيزود كومبوننتس اكتر، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه السنجل افكت، الانبوت بتاع الهيت سورس اللي عندي، فاكرين الابزوربشن كان الانبوت بتاعه هيت. طب التمبريتشر بتاعته تبقى في حدود كام؟ محتاج 190 110 كده، يعني 110 تعتبر عاليه شويه كمان، قول 80 90. الدبل عشان يعمل ان هو يبقى في عندي هيت سورس واللي خارج من الجنريتور يبقى كمان هو كمان هيت سورس، فبالمنطق كده يبقى درجه الحراره اعلى ولا لا؟ فالدبل ده كان بيشتغل مثلا من 130 ماشي، وممكن لغايه 150 60، حلو. التريبل اقل واجب مثلا 170، يعني اقل تمبريتشر ان هو عشان يقدر. مع التريبل بقى انت متخيلين ان هو هيبقى هيت سورس الاعلى جنريتور، حلو، والجنريتور ده اللي خارج منه يبقى هيت سورس اللي بعده، واللي بعده اللي خارج منه يبقى هيت سورس اللي بعده، فيبقى لازم اول واحد يبقى ايه؟ عالي جدا. فتمبريتشر اعلى ماشي، فيبقى الافيلبل ورك اللي انت بتقول عليه اعلى، فمش قادر استخدمه كله. عندي كومبوننتس ليها سايز معين، في فريكشن هيبتدي يزيد في السيستم، عندي لوسز هتزيد، خلاص الكومبلكس انه يبقى السيستم كومبلكس اكتر ماشي، فبالتالي ايكونوميكالي معناه ايه؟ انه هيكلفني اكتر، تمام؟ معناه موضوع الصيانه ماشي، كل ده هيخش معايا في الاعتبار. ف
فالاكسرجيتك افشنسي اوقات بتبقى مهمه جدا ان انت او مش اوقات هو المفروض دايما ان ترجع لها عشان تقول لك فعلا لو بتقارن ما بين اتنين سيستم ماشي مين فيهم افكتيف اكتر على المدى البعيد وكفلوس اكتر، ومن ناحيه برضو الايه الافيلبل انرجي، تمام، ان انا استخدمت الافيلبل انرجي احسن ما يمكن يعني. تمام. طيب نرجع تاني، فبوينت A دي ماشي تديني ان التو سايكلز اللي هي الريجنريتيف سايكل والسمبل بريتون سايكل الاثنين يبقوا نفس الايه؟ ها؟ نفس الافشنسي، خلاص؟ طيب فبالتالي ذا ريجنريتيف سايكل جيفز افشنسي لور ذان ذات اوف ذا سمبل سايكل لما تبقى تي 6 اعلى من ايه؟ من تي 11. طبعا ده يعني ايه تي 6 تبقى اعلى من تي 11؟ لا مش كده، تي 6 دي اللي خارجه من الكمبريسور صح؟ ودي 11 دي اللي خارجه منين؟ من الاكزوست. دي مالهاش دعوه، ممكن الاكزوست يبقى البريشر ريشيو عاليه مثلا، تمام؟ ما البريشر ريشيو عاليه خلاص؟ معناها ايه البريشر ريشيو عاليه؟ معناها ان التربين بتعمل اكسبانشن لتمبريتشر اقل واقل، والكمبريسور بيعمل كومبريشن لتمبريتشر اعلى واعلى، فساعتها تبقى تي 11 تبقى اقل من تي 6. بالظبط كده، تمام؟ ماشي. فساعتها عشان كده هيبتدي تقلب النقطة بتاعتنا ان يحصل ايه؟ يبرد، تمام؟ يعني الريجنريتيف بدل ما ان هو يسخن هيبتدي ايه؟ يبرد. فهمتوا ليه بقى النقطة دي بتيجي هنا؟ تمام؟ تاني بصوا، شايفين هنا نقطة 6 دي بتبقى بسبب ايه؟ لو احنا قلنا ان هو الكمبريسور سواء في انتر كولينج او مش انتر كولينج او اي حاجة، المهم ان ده عمليه الكمبريشن انا بعمل لغايه بريشر كام؟ كل ما البريشر ريشيو تزيد النقطه دي تزيد ولا لا؟ كتمبريتشر في 6 تزيد، ما هو الكمبريشن ريشيو ايديالي انه اللي على الكمبريشر قد اللي على التربايت، فتي 6 تزيد لو البريشر ريشيو زادت في 6 تزيد وتي 11 ايه؟ تقل، فساعتها 11 دي ما ينفعش استخدمها لان انا سخن 6، هتعمل الايفكت العكس، فهتلاقي الثيرمال افشنسي هنا تقل. ليه؟ لانه الريجنريشن اساسا عشان اقلل الهيت اللي هنا، كل ما البريشر ريشيو هتزيد تمام كل ما النقطتين دول يقربوا من بعض اكتر، دي ودي يقربوا من بعض، دي هتنزل ودي تعلى، فلما توصل في حته يحصل العكس، اول ما يحصل العكس يحصل ايه؟ انه الهيت اديشن اللي هنا هتزيد، فالثيرمال افشنسي يحصل لها ايه؟ تقل، تمام كده؟ ممكن نقول كده، تمام، انه ساعتها هو مش عامل اي افكت. تمام. طيب وهنا نفس النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها، on the other hand the regenerative cycle generally produces lower specific work due to the associated pressure drop في الريجنريتور. تمام. انا عندي كده كده الورك اللي طالع من التربين بيبقى معتمد على الدي بي، ما هو الورك بتاع التربين عباره عن ايه؟ او في الاوبن سيستم عامه اللي هو ماينس تكامل في دي بي، فكل ما الدي بي تزيد كل ما الورك اللي هو يبقى جاي من التربين هيزيد، صح ولا لا؟ فهنا البريشر دروب اللي بيحصل في الريجنريتور بيعمل ايه؟ بيقلل لي الدي بي، تمام كده؟ دي كده اخر حاجه. بصوا دلوقتي الرسمه دي برضو مهمه ان انت تبقى تفهمها كواحد بتاع، يعني انت بيسموك ثيرمال انجينير، تمام؟ يعني هو احنا اللي بنسمي قسم ميكانيكا باور، بس هو احنا اللي احنا بنشتغل فيه ده كله كده بيسموه ثيرمو فلويد، تمام؟ فممكن بره بيبقى التايتل بتاعك ثيرمال انجينير، انت الراجل بتاع حراره، ماشي؟ فدلوقتي انت عندك هنا ده الاصل بتاع الهيت سورس اللي عندك، عندك هيت سورس هنا انت بتستخدمه في الجاس تربين، الهيت سورس ده اللي داخل على الايه؟ على الكومبشن تشامبر، صح كده؟ ده كده الفيول اللي هو اتحرق، ماشي؟ طيب هيبقى في جزء كده خلاص هيحصل بليت لوسز اللي هي موجوده في الكومبشن تشامبر، في الغالب بتبقى حاجه بسيطه لانه اللي الكومبشن تشامبر حجمه صغير، تمام؟ وفي نفس الوقت البروسس بتحصل بسرعه، ماشي؟ وبيتعمل له برضه كيسنج كويسه كده يعني، بس المهم اي حاجه في الدنيا فيها ايه؟ ثيرمال لوسز، ففي لوسز هتروح فين؟ او هيت لوسز في الكومبشن تشامبر، تمام؟ بعد اللوسز دي يبقى الهيت اللي فضلت
تبقى دي الهيت اللي راحت فين؟ دي خلاص دي الاكتوال هيت، تمام، اللي بقت موجوده عند اللي راحت للايه، للفلويد بتاعي اللي هو الاير بتاعي. في الايكويشنز لو تفتكروا وخدتوها قبل كده ممكن في البوليوشن، صح كده؟ ماده البوليوشن الترم اللي فات مش خدت فيها سايكلز ولا منهج اختلف؟ طيب ماشي، في عندك الافشنسي بتاعت الكومباستور، يعني مثلا لو اقول لك الكومباستور تشامبر ده الافشنسي بتاعته 90%، يبقى معنى كده لو انا مثلا حرقت فيول مثلا سي مثلا 10 كيلو جرام بير سكند والكالوريفيك فاليو 44000، يبقى الهيت اللي وصلت للاير تبقى عباره عن ايه؟ الام دوت بتاعت الفيول في الكالوريفيك فاليو في الافشنسي اللي هي 90%. او بلاش، لو جيت مثلا انت عمال بتحسب حسابات بتاعتك، جبت التمبريتشر اللي خارجه من الكمبريسور اللي هي دي 2 الاكتوال بعد ما عملت الايزنتروبيك كل الكلام اللطيف ده، دي 2 معاك وانت بتقول الماكسيمم تمبريتشر عندي بكذا، يبقى انت عارف الهيت اللي انت محتاجها للاير، صح ولا لا؟ تمام كده؟ طيب لو جيت سالتك الفيول بقى اللي انا حرقته، حرقت كام كيلو جرام مثلا ايه؟ او كام طن بير داي مثلا ولا حاجه؟ فلازم هنا تدخل معاك الثيرمال افشنسي، يبقى كيو اللي راحت للاير تقسمها على الثيرمال ايه؟ افشنسي اللي هي مثلا 9 من 10، تمام؟ اللي هي 90%. طيب دي كده الهيت ايه؟ received by the working fluid. طيب بعد كده بص بقى هنا، ده كده شايف قد ايه الهيت ريجكشن؟ تمام؟ الهيت ريجكشن بتبقى في حدود قد ايه؟ من 60 ممكن لغايه 70 كمان. خلاص؟ الثيرمال افشنسي بتاعت الجاست تربان بتبقى من 24 ل 36%، بتبقى حسب الاوبريتنج او الكنترولنج كونديشنز بارامترز اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام؟ فهتلاقي هنا الرقم ده كبير، يعني من حاجه و60 لحاجه و70% كمان. خلاص؟ فعشان كده دايما الفكره بتاع الريجنريشن ان انا عندي فيه هيت سورس رايح، او هيت قصدي جزء من الهيت سورس اللي هو عن طريق الهيت ريجكشن ده رايح، فاستخدمه بقى. فده اللي احنا هنتكلم فيه بدءا من بكره بقى، اللي هي الكومبايند سايكل، او بعد كده الايه؟ الكو جنريشن. تمام كده؟ طيب فادي الهيت ريجكشن، بعد كده ده الباور اللي طلعت منين؟ من التربايت، صح؟ لان انا بعد الكومباستشن، بعد الهيت سورس، بعد في الكومباستشن تشامبر، بعد البروسيس بتاعته، فيبقى جزء ريجكتد وجزء كده في التربايت. دي كده الانديكيتد، فاكرين بقى الكلام ده الانديكيتد باور بتاع الايه؟ التربايت. انديكيتد يعني ايه؟ دايما افتكرها، انديكيتد دي اللي الفلويد حس بيها. انديكيتد باي ذا فلويد. ماشي؟ فيبقى في بعد كده عندي اللوسز دي اللي هي ايه؟ الميكانيكال لوسز. ان انا عندي في شاف بين الايه؟ التربين والايه؟ والكمبريسور، تمام؟ طيب فدي كده ايه؟ اللوسز اللي هي الميكانيكال بتبقى حاجه بسيطه، حتى تلاقي الميكانيكال افشنسي عامه بتبقى كام؟ ها؟ مش قوي كده بس ماشي يعني. لا هو الالكتريكال جنريتور ممكن، هو الناس بتوع كهرباء بصراحه يعني الافشنسي بتبقى عندهم حلوه قوي يعني. ماشي؟ بس انت عشان عندك حركه كتير وحاجات كتير بتتحرك، فده اللي بيخلي عندك الافشنسي قليل، بس يعني في حدود التسعينات برضه يعني ممكن نلاقي الميكانيكال افشنسي. ماشي؟ طيب فادي اللوسز اللي هي رايحه للايه؟ للشافت اللي بين التربين والكمبريسور، وفي جزء محترم كده رايح للايه؟ للكمبريسور، تمام؟ ده اللي فاضل، ده النت انديكيتد باور، تمام؟ ده النت ايه؟ انديكيتد باور. ماشي؟ بعد كده النت انديكيتد باور ده في شافت بقى الثاني اللي هو على الجنريتور، تمام كده؟ الالكتريكال جنريتور او اللود اللي هو اللي عندي، ففي برضه ادي الميكانيكال لوسز بتاعت الشاف. ماشي؟ بعد كده يفضل ايه؟ بعد الميكانيكال لوسز بتسمى البريك باور، ده اللي وصل على الشاف، دي الانرجي اللي وصلت على الشاف، تمام؟ اللي هي هنا قبل كده كانت راحت للكمبريسور، تمام كده؟ طيب فده النت بريك باور. بعد كده هيبقى في عند اللوسز اللي هي الالكتريكال لوسز دي بتبقى اصغر واصغر، ماشي؟ وده كده الايه؟ النت الكتريك باور. شايف ده بالنسبه لده؟ ماشي؟ كل دول لوسز، كل دول ايه؟ لوسز. في ناس بقى كتيره بتشتغل ان هي ازاي تستخدم اللوسز دي، زي ما قلنا الهيت عشان هي اكتر حاجه، تمام؟ فبيبتدوا ان هم يفكروا مثلا موضوع الريجنريشن، كو جنريشن، او كومباين سايكل، او هكذا. خاصة ان هنا الهيت ريجكشن انت بيهمك برضو ايه الليفل بتاع الهيت ريجكشن دي. يعني مثلا الهيت ريجكشن دي لما تبقى عند درجة حرارة 20 مش هتفيدني بحاجة، انما لما تبقى عند درجة حرارة 600 شوية ولا 700 ولا 800، لا
دي حرام ان هي تترمي كده، صح ولا لا؟ اه 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 الاكزرجيتك افشنسي دي دايما ماشي، بس مش دايما لما بتزود الافشنسي، اسف ان انت تزود كومبوننتس ان هو يقلل الاكزرجيتك افشنسي. اه يعني ما انا زي ما قلت لك مثلا لما كنا بنعمل السنجل والدبل والتريبل، الدبل بالنسبه للسنجل اتحسن، فعشان كده الاوبتيمم كان هو الدبل. تمام، زودت كومبوننت بس ستيل انت عارف تستغل الكومبوننت دي. تمام، ما هو لو كده هنعيشها في الصحراء، انا مش اي كومبوننت خالص، فاهم ازاي؟ طيب فده الجزء اللي هو بتاع الهيت ريجكشن، ان احنا ازاي نستغله ان احنا نستخدم الهيت دي ايا كان السورس ده. هنا مثلا بنحاول نقلل برضو الجزء ده اللي هو ايه؟ ازاي؟ الانتر كولينج. تمام كده؟ ماشي؟ هتلاحظ ده عشان يزيد ماشي اللي هو التربن ده ان هو بيزيد، يا اما تزود الهيت سورس خلاص، يا اما قصاده مثلا ان هو ده يقل ولا حاجه. تمام كده؟ ماشي؟ حد عنده سؤال؟ خلصنا شوية بدري واحد. طيب ماشي يا شباب.